معين. و طيب في خبر مهم من وزارة التموين او تصريح على موضوع العيش رغيف الخبز. كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية حقيقة زيادة سعر رغيف العيش المدعم، وأكدت التزامها التام بصرف الرغيف للمواطن على بطاقات الدعم بخمس قروش دون زيادة ولا تفكير بالمساس بيها عشان الكلام اللي طلع مؤخرا. الوزارة أشارت إلى أن ذلك بيأتي تيسيرا على السادة المواطنين ومراعاة محدودي الدخل وتأكيدا على حرص الدولة لوصول الدعم لمستحقيه. وتابعت الوزارة بشكل دوري مع الأجهزة الرقابية بالوزارة ومدير مديريات التموين بالمحافظات على مستوى الجمهورية مدى التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة، وبيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين أو المتلاعبين أو مروجي الشائعات. وطبعا على صعيد آخر بيتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز اللي مش بتلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف العيش. لو سمحتوا الوزارة كمان نشدد السادة المواطنين في حالة وجود أي شكوى لو سمحتوا سواء ارتفاع رغيف سعر رغيف العيش المدعم أو المواصفات مش مظبوطة إن هم يبلغوا على 16528 16528. و يعني طبعا ما نسمعش الشائعات اللي قال لك اصل العيش هيغلى واصل بدل ما يبقى بخمس قروش هيبقى بكذا، الكلام ده مش حقيقي. وده تصريح رسمي من وزاره التموين، فلو حد قال لكم اي كلام غير كده نبلغ على الرقم 16528.